فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لوالدي وأنا لست ساكنا معه؟ لا لا، زكاتك لا تدفعها لوالدك، لو والدك في المشرق وأنت في المغرب ما تحل زكاة الولد لوالده، ولا العكس، ولا زكاة الوالد لولده، لأن الواجب أن ينفق أحدهما على الآخر إذا احتاج، ولا يجعل الزكاة بدلا من النفقة الواجبة عليه. نعم.